غسل راسك. انا اللي اغسلته. انت اللي قتلته؟ ايه. علي قتلته؟ قتلته على خاطر انا كياباس من فرنسا حضارات. جيت ولقيت سامي وعباس في هذا الانطوراج ماهوش اللي مليح تاع الشراب وتاع مخدرات وتاع ها؟ ايه. وزيد في الليله هذيك اللي صرات فيها الكريم قلت له دوموندي الدراهمي وهو خرج لي طريق. في الليله اللي قبل اللي قبل الجريمه. قبل تقديم الفعل تاع الجريمه. قبل نقطه. دوموندي الدراهمي وخرج لي طريق. صح؟ ايه. وانا روحت في حاله وصول ثم ديسيديت باش نقتل انا سامي. في الليله هذيك بالذات قررت باش تدير له حد. اه. صح؟ كمل زيد. انا الصباح رحت لاتولي هزيت لام ورحت لي دارت 8 تاع الصباح ومن ثم هزيت لام ورحت للبيرو تلاقيت عباس خارج من البيرو. صح. ودخلت انايا جيت فوقو وبديت نخنق فيه. خنقتو؟ اه. ما هو حتى كيف طن ما قدرش يقاوم بيسكوت انا فوقو خنقتو حتى داخ. زدت جبت اللاما عقبتها عليه ذبحتو. اللاما كنت هزها تحتك؟ اه كانت في الفيستا جبتها مراتولي ذبحتو وشغل ما كفانيش هذاك الشيء هذاك. كنت حاب نطير له راسو انا. كنت موسر؟ اه كنت حاب نطير له راسو. زدت كسرت قرعه تاع الزجاج وضربتو بها رقبتو باش غير نطير له راسو. ذبحتو بالزجاج؟ اه. على؟ يسهل مكثر. على؟ يسهل مكثر هذاك. صرح جلال أنه يحمل حقدا دفينا تجاه الضحية سامي كونهما لا يتفقا في مبادئ وأمور كثيرة، حيث يعتبر سامي كرفيق سوء يتسبب في كل مرة لجره للمحرمات. على؟ من بكري وأنا أحب نقتلو هذاك. ما عندك مودة وأنت مسرع على القتل تاعه؟ إيه. في ليلة الجريمة اشتد الخلاف بين الطرفين وقصة الدين سوى القطرة التي أفاضت الكأس.